حبايب قلبي، مساء الخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. بما ان الجو هب علينا كده هبه شتويه مفاجاه، فلازم احنا نعد العده ونستعد له. فعلى طول رحت جايبه البوكس بتاعي وجمعت لكم فيه اشهر كريمات ترطيب سعرها رخيص وكمان روائحها حلوه علشان تديكي عطر كده خفيف جميل، وفي نفس الوقت تساعدك ترطبي جسمك اول باول علشان ما يحصلناش اي جفاف في فصل الشتاء. الكريمات اللي معانا دي كلها كريمات مرطبه للجسم، ما تنفعش خالص للوش ولا كمان تنفع للاماكن الحساسه من كتر حلاوتهم. مش عارفه ابدا بايه ولا ايه، بس اول حاجه ايدي جت عليها هو الكريم ده من بايو سوفت. ده المفروض ان هو فوت كريم، وبايو سوفت عامله لاين تانية برضو هاند كريم، بس انا بالنسبه لي في الشتاء الباكج دي بتنفع الاثنين، بتنفع لايدي وبتنفع لرجلي عشان بشرتي بتجف شويه في الشتاء، فبحب قوي المسترايزرز اللي بيكون ترطيبها قوي جدا وعميق قوي قوي. لكن هو قوامه شويه عامل كده زي الفازلين، او لما كمان بنفرده على ايدينا بيدينا شويه كده قوام زيتي. فالناس اللي مش بتحب الشعور التزيته ده ممكن شويه الهاند كريم ده او الكريم ده يضايقهم في ايديهم، لكن هيكون ممتاز جدا 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 للرجل وللركب والاكواع وللساق نفسها اللي هو رجلك نفسها بقى مش بس منطقه القدم. الهاند كريم ده انا كنت جايباه ب 45 جنيه، معرفش حاليا هو كام، بس يعني مش هتلاقوه زاد كتير، هيكون مثلا ب 50 او ب 60 جنيه بالكتير. بس هو بجد حلو جدا، والحته اللي انا خدتها دي فردت ووزعت لي ايديا الاثنين. وفوق كل ده بقى مش هنتكلم عن جمدان ومدى خطوره وجمال ريحته، ريحته ريحه ناعمه كده وشتويه قوي، فده بصراحه من الفيفورتس عندي، بحب ان انا اخده معايا في الشنطه بتاعتي لو انا هقعد بره فترات طويله عشان بعطر بيه ايدي برده، وفي نفس الوقت بيرطب بعمق جدا فبعتمد عليه ما بقلقش خالص ان انا ممكن ايدي تجف معاه. النوع اللي بعد كده وهو لا يقل تقل وترطيب وقوه ترطيب عن بايو سوفت، وهو الجار ده من ستاركي. انا عارفه ان هو مش موجود والله ومش بتلاقوه كتير، وانا شخصيا مش بلاقيه كتير، يعني انا جبت منه مرتين، مره في كل سنه تقريبا بلاقيه مره واحده. حتى ساعه ما رحت اجيب العلبه دي لقيت في الستور هي الباكج دي بس، والله سالتهم حتى لو عندكم في المخزن تاني عشان اشتري يعني اخليه عندي انا احوشه عندي، بس ما لقيتش والله، هي كانت اخر عبوه في الستور. فهو فعلا بينزل بكميه قليله جدا، انا مش عارفه ليه ستاركي بتعمل كده مع ان هو كريم خطير قوي قوي وترطيبه قوي جدا وعالي جدا. انا عندي ممكن يغلوا في سعره عادي، بس يفضلوا يستخدموه او يفضلوا ينزلوه علشان احنا نستخدمه ونستمتع ونتبسط كده. بصوا قوام الكريم ده قوام تقيل جدا جدا، وده طبعا يلفت انتباهنا ان الترطيب هيكون عميق قوي قوي. تحطيه وانتي مطمنه ان ممكن مثلا تقعدي بعدها ما ترطبيش 3 ايام وجسمك مش هينشف. في منه روايح كتير، والحقيقه ان كل الروايح بتاعته حلوه، يعني انا جبت منه ريحتين والاثنين كانت روايحهم جميله، والحلو فيه ان الريحه هاديه قوي، يعني هي مش فواحه ومش ريحه مثلا ممكن تتعب المناخير او تكون قويه في الشتاء، لا خالص، ريحه ناعمه وهاديه جدا جدا جدا. بصوا ده القوام بتاعه برده، ترطيبه قوي جدا، بس فرده مش مدهن او مش زيتي زي بايو سوفت، لا هو كريم عادي، فلما بيتفرد بيدي ملمس كريمي جدا ونعومه ومرونه عاليه قوي. مش هتصدقوا سعر الكريم ده، سعره ب 25 جنيه واحيانا بيكون ب 35، لكن ما بيغلاش ابدا عن ال 40 جنيه، وبجد كميته محترمه قوي. لو لقيتوه اشتروه من اي مكان على ضمانتي، بجد هتنبهروا بيه. الماركه اللي جايه بقى الحلوه اللي حاسه بينا كلنا، اسعارها كلها في متناول ايد الجميع وفي نفس الوقت جودتها خرافيه، هي افونا. بصوا انا جايبه منها كام لوشن، تعرفوا تعدوه، ادي 1 2 3. انا لسه عارفاها من مده قصيره، من 10 شهور مثلا جبت الثلاث عبوات دول، هما الثلاثه ما خلصوش، كل واحد لسه باقي فيه حبه، بس كل ما بنزل وبكون في مكان يعني وبلاقي بجيب منه واحده. والصراحه ان الريحتين دول هما اكتر ريحتين عجبوني فيهم، هما من روايح ملهاش اسماء، فانا مش عارفه مثلا دي اسمها ايه ودي اسمها ايه، بس دي الاشكال بتاعتهم. اول واحد اشتريته خالص كان ده، وطلعت ريحته قمر وخطيره وثابته جدا وعاليه جدا وفواحه بقى، اللوشن ده ريحته فواحه بجد، بس قوامه خفيف قوي قوي. بصوا سامعين الصوت، تحسوا ان الازازه فيها ميه او حليب، هو ده القوام بتاعه، لكن ترطيبه يعتبر كويس جدا بالنسبه للقوام ده، يعني ترطيبه مش خفيف ومش قوي برده، نقدر نقول عليه متوسط او يعني فوق المتوسط سيكا. بعدها بفتره جبت الريحه دي، كنت عايزه ان انا اجدد، وطلعت برده انثويه جدا وناعمه جدا شويه، ولما بدا الاولاني ده يقرب يخلص جبت منه ده تاني، ده بقى لسه جديد يعني ناقص حبه صغيرين، برده سعر اللوشن ده من 15 ل 25 جنيه، يعني 30 جنيه بالكتير برده. حجمه 250 مللي، ربع لتر، حجمه كبير قوي وبجد يساعده يعني اللي بيلاقيه، لان برده هو للاسف مش موجود كتير، بس انا شخصيا بدات اشوفه دي حاليا في اماكن اكتر من قبل كده، يعني هو من سنه مثلا كان موجود قليل قوي، دلوقتي لا كل ما ادخل يعني ممكن مثلا لو دخلت 10 محلات الاقيه منهم في 5 6، فده كان رقم الاول، الاول كنا بنلف عليه نمشي 20 محل عقبال ما نلاقي محل بيبيعه. فبرده بجد ماركه افونا دي ماركه محترمه وشركه منتجاتها كويسه جدا جدا، مش كلها للامانه بس انا بتكلم فيها عن اللون
اللوشن، اللوشن بتاعهم جميل جدا جدا. الشركه اللي بعد كده هي شركه لونا. شركه لونا يا جماعه معانا مش تبع المقاطعه، عشان بس عليها اختلاف كتير. لونا معانا، وتحديدا اللاين ده من لونا تحفه، اللي هو اللي بالجليسرين ده، ترطيبه حلو جدا جدا. انا مخلصه العبوه على اخرها، جبته واستخدمته الشتاء اللي فاتت، لكن لما الصيف طلع كان شويه ترطيبه اتقل عليا من الصيف. ان شاء الله ان شاء الله اول بقى ما الشتاء تقرب تدخل هشتري منه تاني، لان هو مش بس ترطيبه حلو، لا كمان ريحته جميله جدا. واللي بحبه فيه ان هو مش بيدهنن خالص ومش بيزيت، هو ممكن يكون قوامه خفيف، لكن بقى عكس كل التوقعات انه ترطيبه قوي برغم خفه قوامه. انا كنت جايبه العبوه الصغنونه دي ب 15 جنيه، في منها كذا حجم، 3 احجام تقريبا، معاكي لحد اكبر حجم ب 45 جنيه. فاعتقد ان الثلاث احجام لسه ستيل اقل من ال 50 جنيه. ممكن اللي يكون غالي شويه هو اكبر حجم من اللاين ده، هو اللي ممكن يكون بقى ب 60 مثلا، بس برده لسه اللي هو يعني ولا حاجه بالنسبه لحجمه وبالنسبه ترطيبه وريحته. من ستاركي كمان جربت الكريم ده، الكريم ده بقى موجود كتير جدا وده سهل قوي ان انتوا تلاقوه، والكريم ده فعلا برده مناسب لترطيب الشتاء. ده شكل الكريم من جوه او شكل العبوه من جوه، هي مدلوقه كلها على جنب كده، بس انا بشوف ان شويه الكريم ده ترطيبه او قوامه اخف من الجار التاني، لكن ستيل برده حاجه قويه ومحترمه جدا جدا. وبرده الكريم ده سعره 35 جنيه والعبوه كبيره ما شاء الله. في منه كذا ريحه، لو عايزين الريحه بتاع الشتاء يا جوز الهند يا اللي بالجليسرين اللي هي لونها اخضر، اعتقد جليسرين وصبار. لكن لو عايزين منه ريحه للصيف، في ريحتين تانيين للصيف اللي هم المانجا والرمان او التوت، هي ريحه لونها بينك كده او احمر، مش فاكره كانت بايه. انا جبتهم وفعلا الريحتين دول صيفيين قوي. وبرده الروائح الصيفيه دي قوام الكريم مختلف جدا عن قوام الكريم في الروائح الشتويه، تحسهم هم فعلا مترجتين الموضوع ده، ان الروائح الصيفيه يكون قوامها اخف عشان تكون مناسبه للصيف، والروائح الناعمه بتاع الشتاء تكون اتقل. فبصراحه لو هم قاصدين فتبقى حاجه محترمه فيهم جدا جدا، لان انا بحب الشركات اللي بتاخد بالها من خدمه ما بعد البيع في المنتج، ان هم يراعوا او يلاحظوا العميل محتاج ايه وينفذوه له. فمش لاقي النوع الثاني من ستاركي، يجيب ده تقريبا اخوه، وهينفع برده لترطيب الجسم كله في فصل الشتاء. اخر نوع معانا بقى هو خير الختام، الكريم ده. الشركة دي اسمها ايفونا، لكن اللوشن اللي فات كان افونا. الشهادة لله انا ما شفتش الماركة دي عاملة اي حاجة تانية غير الكريم ده، بس انا بلاقي برضو الكريم ده كتير في المحلات اللي هي بتاع 2.5 والحاجات دي، لانه سعره رخيص جدا، سعره 15 جنيه، ومحلات الجملة والحاجات دي بيكون موجود عندهم كتير جدا جدا. لكن انا ما اعرفش ستور يكون مثلا عنده شحن او حاجة اقدر اسيب لكم اللينك بتاعه، انا بشوفه في محلات ملهاش اي هوية. فممكن اللي قلقان منه نظير سعره الرخيص ده يجيبه لترطيب الرجل، ممتاز ممتاز لترطيب قدم الرجل بعد الباديكير، بتكون الرجل بتاعتنا ناشفه جدا وجافه جدا، لو حطيتيه عليها بجد بيودي الملمس بتاع الرجل في حته تانية، مرونه عاليه جدا ونعومه ولمعان وملمس رطب، بيحسسك كده ان هو دخل ميه لرجلك، خلى الجلد نفسه من جواه مرق، مش وانس ان هو رطب سطح الجلد من بره. فانا بحبه جدا جدا. ريحته ممكن ما تكونش قويه قوي ومش سهره برده قوي، فنقدر نعتبره ملوش ريحه، لكن ترطيبه فعلا ممتاز، وده اللي ممكن نقول عليه ان هو فازلين للرجل، بس فازلين كريمي كده شويه. هو اصلا اسمه كريم جليسرين، فدي صورته لو حابين ان انتوا تاخدوه سكرين عشان مثلا تسالوا عليه في اي مكان، لو عرفتوا تلاقوه بجد هو كريم حلو قوي، هينفع للايد والرجل وينفع للجسم لو انتي مش عامله ازاله شعر، يعني في مره واخده فيها شاور سريع وعايزه ترطبي برده ترطيب سريع ومش مستخدمه اي وسيله ازاله شعر، ممكن تستخدمي لترطيب الجسم ما عدا الاماكن الحساسه، علشان بس ما يعمل لناش التهاب في الجلد، لان هو ماركه احنا مش ضامنينها شويه. عشان شاور ازاله الشعر ده الجلد بيكون يعني متهيج شويه او متاثر شويه من عمليه الازاله مهما كانت الوسيله، فبنحتاج بعديها ان احنا نرطب بكريم اولا احنا واثقين في الماركه بتاعته، ثانيا خالي من العطور علشان ما يعملناش تهيج او تحسس في الجلد، ثالثا الافضل ان هو يكون كريم طبي عشان نكون امان بنسبه 100%. لكن ده برده حلو جدا، ما بقولش ان هو وحش، انا بس بحذركم منه في استخدامات معينه، لكن انا لو لقيت منه تاني هجيبه تاني، وبرده هفضل استخدمه لايدي ورجلي والركب والاكواع واي مكان شديد الجفاف في الجلد. وبس كده، ده كان كل المرطبات اللي انا مجهزها لكم النهارده. ما تنسوش لايك كبير وسبسكرايب لو مش مشتركين في القناه، ولو عندكم اي اسئله او استفسارات الكومنتات موجوده، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.